ليلة فن أصيل ما بتشبهش غيرها من الليالي، عاشها الجمهور امبارح في حفل ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة في الرياض. وفي مقدمة الحضور كان معالي المستشار تركي آل الشيخ راعي الحفلة، وعدد كبير من نجوم مصر كمان حرصوا على حضورهم. شفنا منهم إلهام شاهين، طارق الشناوي، ليلى علوي، هدى المفتي، مي عمر، أكرم حسني، شيكو، حسن الرداد، هشام ماجد، إيهاب توفيق، عمرو دياب وغيرهم الكتير. وفي نجوم كمان من اللي كانوا حاضرين طبعا كانوا متفاعلين مع الحفل بشكل كبير جدا ونشروا ستوريز لايف زي شيكو، واللي شارك متابعينه بفقره عمرو دياب وبلديه هو محمد منير، وكمان مي عمر نشرت مجموعه ستوريهات لايف من بينهم فيديو بيظهر فيه معاها حسن رداد وهدى المفتي اللي كمان شاركت متابعيها بستوري لايف على انستغرام. وشيماء سيف شاركت أكتر من ستوري من بينهم فيديو للديو اللي جمع أنغام ومحمد منير بأغنية أنا بعشق البحر. يعني فعلا الحقيقة احنا النهاردة بنتكلم على حفلة للتاريخ من ناحية التنظيم، الحضور، وكمان النجوم حتى اللي أحيوها، وحتى برنامج الحفل والأغاني اللي تقدمت على المسرح يعني بجد كانت ليلة استثنائية ما تتنسيش. وكمان القائمين على الحفل اهتموا بأدق التفاصيل لتكريم الموسيقار هاني شنودة، وحتى السيت اب اللي شفناه اتعمل بطريقة very creative عشان يفكر الناس أكتر بكل الأعمال العظيمة اللي قدمها الموسيقار في مسيرته. وتم كمان تعليق بوسترات الأفلام والمسلسلات اللي ألف موسيقاها التصويرية في مكان الحفل، وشفناها كمان على ريد كاربت وفي خلفية المسرح اللي غنوا عليه الفنانين. والحفلة طبعا تابعها الملايين في العالم العربي عبر شاهد وشاشة MBC مصر، وأخبارها كانت ترند من امبارح على السوشيال ميديا. ليلة غير عن كل الليالي، بالطريقة دي وصف المتابعين ليلة ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة، واللي تم تكريمه بليلة استثنائية مليئة باللحظات المميزة، وختامها كان تسليمه درع تكريمي قدمه له زكي حسنين رئيس مجلس إدارة بنش مارك إلى جانب محمد منير وعمرو دياب. أستاذ محمد عبد المتعال، أستاذ زكي حسنين. والنجمين كان حضورهم ليه بصمة خاصة، فعمرو دياب بتربطه علاقة خاصة مع الموسيقار هاني شنودة، فهو اللي اكتشف عمرو وهو اللي كان أول داعم ليه في بداية حلمه علشان يكون مغني. أشكرك على تاريخ اللي أنا عملته، اللي أنت كنت أول واحد آمنت بيه وساهمت فيه، يمكن من غيرك ما كنتش جيت من بورسعيد. بشكرك جدا جدا جدا. والكلمة دي قالها عمرو بعد غنائه أغنية الزمن من ألحان الموسيقار نفسه واللي شاركه بالعزف على البيانو. وتقديمهم للأغنية دي امبارح خلى المتابعين يسترجعوا ذكريات 40 سنة لورا، فدي كانت أول أغنية عملها عمرو في تاريخه الفني. والذكريات كملت مع الديو الاستثنائي لأغنية أمي الحبيبة واللي قدمها عمرو دياب ومحمد منير برفقة عزف الموسيقار هاني شنودة، والانسجام بينهم خلى مقاطع الديو تكون فايرل على السوشيال ميديا، وأبرز التعليقات كانت دايما حلوين قوي قوي مع بعض، وعمرو دياب ومحمد منير ايه العظمة دي. وديو تاني كان حديث الناس في الليلة دي، وهو الديو اللي جمع أنغام مع محمد منير بأغنية أنا بعشق البحر لنجاة الصغيرة، وفكر المتابعين بديو جمعهم مع بعض من أكتر من 10 سنين وعلقوا برموز الفن المصري الأصيل. ومش معقول يكون أحمد عدوية موجود وما نسمعش أغنية زحمة يا دنيا زحمة واللي أداها مصطفى حجاج وانضم له عدوية. وأغنية الشوارع حواديت للموسيقار هاني شنودة كانت من إحدى الأغنيات اللي قدمتها فرقة كايروكي على طريقتهم الخاصة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي غردوا بفعلا جميلة بصوت كايروكي. ومي فاروق كمان أطربت الحضور بأجمل الأغاني، فسمعنا منها أغنية هدي الليل واللي انتشرت على السوشيال ميديا. أما منى عزيز فالليلة دي كانت خاصة جدا بالنسبة لها، فهي كانت إحدى أعضاء فرقة المصريين اللي أسسها الموسيقار هاني شنودة. وغير الأغاني اللي تقدمت على المسرح من النجوم المشاركين، كان في عزف الميدلي من أشهر الأغاني للحنها شنودة لأشهر الأفلام السينمائية، وأغلبها كانت لعادل إمام زي المشبوه، شمس الزناتي، الأفوكاتو، المولد، عصابة حمادة وتوتو، والحريف. والجمهور اللي كان حاضر استمتع جدا بالليلة دي بكل تفاصيلها، ونجوم مصر تحديدا شافوا أن اللفتة التقديرية لتاريخ هاني شنودة كانت مميزة جدا. أنا بشكر سيادة المستشار تركي آل الشيخ على هذه الاحتفالية الجميلة اللي عملها للموسيقار هاني شنودة، لأنه يستحق والله قوي. ده موسيقار متنوع، يعني لحن سواء سينما أو أغاني وأعمال موسيقية كبيرة للفنانين كبار، وعمل كمان
تجديد كبير في المزيكا العربية، يعني اللي هي كان عمل فرقة المصريين وده كان تجديد. كيف تشوف حضور نخبة كبيرة جدا من الفنانين وانت كمان موجود تكريم نخبة كبيرة ايضا من الفنانين اللي اكتشفهم هانش نودا، وانت اصلا من الفنانين الصاعدين اللي لهم بصمة، فابغى اشوف وجهة نظرك وايضا تعطيني رأيك. طبعا اول حاجة الفنان هانش نودا ده قامة كبيرة جدا وموسيقار كبير وعلم في ذكرياتنا كلنا يعني، فشيء جميل جدا ان احنا نبقى كلنا موجودين في حدث زي ده، والباك جراوند بتاعتنا كمان المزيكا الجميله. المملكه العربيه السعوديه طول عمرنا طبعا بنحسبها وطن تاني لينا. مشكور معالي المستشار تركي آل الشيخ، هذا الرجل يعني ان قيل فيه ما قيل فهو قليل عليه، من باب الانتماء والرد الجميل والحماس اللي عنده لتقديم التكريم اللائق بأي حد إن كان من المملكة أو من مصر أو من الوطن العربي كله. أول حاجة أنا بحيي الحدث الضخم اللي أنتوا عاملينه ده، بشكركم فعلا عليه، وأنا كموزع ومايسترو مصري أنا بفتخر بالسعودية باللي أنتوا بتعملوه. أنتوا يعني كرمت تكريم الأستاذ هاني شنودة ده تكريم لكل فنان مصري ولكل فنان عربي. الرياض بقت الألماظة بتاعت الدول العربية اللي بتجذب كل ما هو جميل، وما في شك ان انظار العالم كلها على المملكة حاليا واللي بتشهد على اهم الاحداث والفعاليات في المنطقة. انا اعتقد اللي يجري الان في الرياض خصوصا هذا النموذج من تكريم الموسيقار هانش نودا يشير الى ان الرياض اصبحت عاصمة للفن العربي، تحتفي برموز الابداع في اي مكان من العالم العربي، ولذلك يعني انا اعتقد انه هذا الدور الحضاري المهم اللي تقوم فيه المملكة. أنا أشيد الحقيقة بما تقوم بهيئة الترفيه في هذا الصدد، أنا أعتقد بيقومون بعمل رائع وعظيم.